مرحبا. وبيك اكثر بنت. تعرف عليك. ابراهيم الجويني. بابا ابراهيم من منطقة بوغوتا، انت في سليان، انا ما نعرفهاش. انت قلت منطقة سيدي بوغوتا. شنو النقائص نتاعك؟ الارض النقائص الطريق 2 كيلومتر فقط، ما همش اكثر. وفي شيرة اخرى خدموا 15 كيلومتر ما فيهاش حتى، فيها دار وكلب، دار واحدة ما اكثرش منها. عملوا كياس 15 كيلومتر ما عملوش، وزوز كيلومتر منطقة سيدي بوغوطايا الأقصاب ربط بالطريق الرئيسي. الناس فلاحة، المنطقة هذه فيها قريب 800 هكتار ولا أكثر، منطقة سقوية، منطقة سيدي بوغوطايا العويزب، سيدي بوغوطايا لا طريق ياسطح ولا ماء، باش يبيع تبن واحد بحال ما ثماش. بالله سامحني، خلينا نرجع في النقطة دي قبل. على أي أساس تم اختيار أنهم يريقلوا الكياس اللي فيه دار واحدة وكلب، وما يريقلوش اللي نتاع 2 كيلومتر اللي فيه برشة مساكنين؟ خاطر فيه رشاوي. فيه ناس مهمين؟ فيه ناس مهمين، فيه رشوة، فيه رشوة، مهم ولا مش مهم، فيه رشوة. أنا نقولها رشوة علني. وطريق آخر ممكن كيلومتر أروبي، علاش؟ خاطر مولاه اللي عملوه بحذاهم دار أرضه كان يخدم في وزارة الفلاحة مهندس، خدموا له طريق لاروبي، اروبي وبالكاسيس. يعني اليوم كياسات تخدم بذمة ناس تخدم في وزارة الفلاحة وغيرها، وما يخدموش كياسات قصيرة بالمواطن العادي؟ لا لا لا، ما يخدموش لهم. هذه منطقة زراعية سقوية بدون مسالك فلاحية، مستعد تو يهزوا ويمشوا يشوفوا، كان يلقوا فيها مسالك فلاحية صالحة أنا نتحمل مسؤوليتي كاملة. هذوما منطقة سيدي بوغوطاي لا ماء ولا كياس. أولاد ما فماش بكل ما فماش ماء يشرب، سلام، ماء يشربوا من عين فيها العلق موجودة تو. اسمها العين؟ عين بوغوطاي، أنا بحدا بوغوطاي هي في نفس الوقت. يشرب منها فيها العلق. قداش من عائلة بالله يا بكري؟ ثم سبع عائلات. معاهم صغار؟ بصغارهم كلهم، اكثر من سبعه، وما انا نقول لك سبعه اقل حاجه. اقل حاجه انا واحد منهم هربت منها. علاش؟ بدل مش لما الطريق تصب المطر تروح تو في السخان، الماء ما ثماش. يهزوا لهم بالتراكتور بالسيتيرنا، سيتيرنا ماء بالله 3000 ايتر ماء يعطوه سخونه يهزوها. شكون اللي يجي؟ عمده الاقصاب يهزوا لهم في ستيرنا ماء على طريق الدولة. ايه. من طريق المعتمدية. عن طريق الجمعية؟ لا. ايه. على طريق المعتمدية. من المعتمدية ماهيش من الواحد، من المعتمدية. يعني يهزوا الماء مرة في الجمعة ولا مرة في الشهر. ما لميتوش بعضكم كسكان متساكنين ومشيتوا باش تلقوا يدخلوا لكم الماء باش أنا واحد من الناس كلمت الوالي. أول ما جاء والي سليانة توا ومستعد نجابه. مشيت له؟ مشيت قابلت وياه في المرشي نتاع الخضرة نتاع سليانة. وقابلته وكلمته عليه. راهو اللقاءات الفجائية ذيك والباساجي ماهوش باش يتذكر اللي أنت عندك، لازمك أنت والمواطنين المنطقة يعرفوها. يتذكروها المنطقة، منطقة سيدي بوغوطاي معروف يتذكرها. لا بقصدي اخر، انه المطلب اساسي انكم باش يرجلوا لكم لازم تمشي سير بلاس. الطريق والماء سير بلاس، ما يخلوكش تدخل. علاش ما يخلوكش تقابل الوالي؟ مستحيل. مستحيل تقابل الوالي. والله لو كنت عاملي حكم. باهي؟ هو ما تقابليه الا بحكم. ما اعتمد قابلوا نتقابلوا الا بحكم. هذا اذا كان ثم ما اعتمد. ما قابلوش المسؤولين غادي في سليانة؟ لا لا لا. انا نطالب نطلب من السيد الرئيس ومن وزير الفلاح ومن وزيرة التجهيز والتجهيز الرجاء منهم وبكل أريحية ويرحم والديهم يعملون هزوز كيلومتر والكسيس متاع الواد وشوية الماء يعملون حتى سباب قطع الواد. قداش عندكم تسنوا انتم في الكياسات؟ ها؟ قداش عندكم تسنوا في الكياسات؟ أنا فديت شمس اف ام، شمس اف ام تكلمت معروف، هذا معناه ديما نطلب، ديما تحدث، ديما نعايد، ديما نتكلم، ولا ثم حاجه منها صارت. وانا نطالب من رئيس الجمهوريه الرجاء منه يراعينا بربع العين منطقه سيدي بوغوطايا ومنطقه العويزب.
منطقة فلاحية سقوية ما فيهاش طريق معناه زراعي صالح. يجوكم مترشحين انتخابات في فترة حملة انتخابية سابقة يجوكم يخدموا في حملات؟ لا يجيك في الحملة. يجيك يقول لك وا 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 اوب انتهى امره، انتهى امره. انا مرشح كان الرئيس فقط، الباقي الاخرى والله ماني مرشح واحد. الخاطر كلهم في الهواء. هما ناس تخدم في مصالحها تقول انت؟ يخدم مصالح ويخدموا مصالح، كلها تخدم مصالح في كامل الجمهوريه، كلها تخدم مصالح. باهي معناه تو اغلب الناس اغلبها تكون تو في جديد ان شاء الله. ان شاء الله زيد الرئيس يترشح المال جاي الدورة الجاية. هذيك وقت من مساندين الرئيس. انت من مساندين الرئيس؟ مساندين الرئيس بدمي، وحتى من الانتخابات الاولى ساندته بصوابعي العشرة بالحبار ساندته به، ونزيد نساند ما دام يضرب الفساد وقص رؤوس الفاع نحي، قص الراس تنشف العروق. عنده ما ثماش ما ترحمش الشعب المزمر زوال معاك، الرؤوس الكبار ينزل عليها ينزل. عندكم غادي فساد؟ عندكم ناس تاخذ في حقوق مش حقوق غيرها؟ لا موجود بوه كل فساد عندنا. الذي نقوله حتى على مش لسه مركب في مش مركب، هو ديوان الاراضي الدوليه منطقه القصاب، الفساد فيه امي على عينك. كيفاش كينه تحسد يمشوا لهم اللي عنده الغنم يقول للشوفور نتاع الماكينه حل شويه في الشعير خلي يطلع مع التبن باش تاكلوا الغنم. فهمني ما فهمتش. اي الماكينه تحسد يحل الشوفور يعطوه 50 ولا 100,000 ويحل شويه في المصب باش يتعدى مع التبن يتبزع يقعد الغنم تاكلوا. باهي ولا باش يتعبى زاد في شكاي؟ لا هذا يتعدى مع بالك باش يتعبى في شكاير. لا يتعدى في التبن، في التبن باش تاكلوا الغلم على خاطر باش تبزع لوط باش يكون اغلى معناها. ايوه باش تاكلوا الغلم مع التبن. التبن المفروض محصول يمشي ديريكت لبلاصتو تبع الدوله. هو تبع الدوله لكن المسؤولين نتاع المركب هذا غير قايمين بواجبهم. كان في الحرس معناه القطار يشد في نصف ساعة بالتراكتور حرس، القطار معناه يشد في نصف ساعة حصاد ب 80,000 معناه فساد، فساد كامل، فساد كامل ومستعد حتى قد ما يكونش فساد. هو بما انه باش يمشي للدولة المحصول قد، لكن قد يكون تقصير مش فساد. اللي ماشي للدولة ماشي 10 شكاير ثم زوج شكاير ثلاث شكاير تنزعوا في التراب قاعد تبن. هذا باش نوضح، باش نوضح لك. باهي التراكتور باش يحرث باش يبقى القطار باش يبقى فيه ساعه ماخذ ب 18,000 وهي وهو القطار معناه الساعه ب 40,000 معناه. شكون غادي الاراضي الدوليه ياخذها؟ شكون يستغل الاراضي الدوليه غادي؟ تشتغل فيها الدولة. لا لا مو خاطر الدولة في العادة تعطي للخواص. لا مش خواص، لا لا مش خواص، لا لا دولة 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 معناها هذه جهات تشتغل فيها الخواص، يعني الدولة تعطيها الخواص باش يخدموا، وفما بلايص الدولة خواص ماهوش خواص هذا. طب فهمتك بابا. مركب احنا نحكيو بصفة عامة، فهمنا قضية المركب، نحكيو بصفة عامة، سألتك هل فما غادي أراضي دولية عاطينها الخواص يخدموا فيها؟ قطعة واحدة، فيرما واحدة عاطينها الواحد قايم بواجب فوق واجبه. النعمة مصلي على النبي، مربي العجول، مربي البريكيس، مربي الغنم، الزيتون مخدوم، كل شيء أموره واضحة. شكرا